المرتفع الجوي السيبيري يمتد إلى المملكة لأول مرة لهذا العام، يجلب معه أجواء باردة جدا خلال عطلة نهاية الأسبوع. التفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. تشير خرائط الضغط الجوي إلى أن هناك مرتفعا جويا يسمى بامتداد للمرتفع الجوي السيبيري، من المتوقع أن يبدأ بالامتداد نحو مناطق شرقي البحر الأبيض المتوسط بما فيها المملكة، خاصة أيام الخميس والجمعة، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث انخفاض لافت في درجات الحرارة، خاصة تلك في درجات الحرارة الليلية، وسط نشاط متوقع في سرعة الرياح الشرقية التي بدورها تزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت. خرائط أيضا توزيعات درجات الحرارة في طبقات الجو القريبة من سطح الأرض. نلاحظ أن خلال هذين اليومين الثلاثاء والأربعاء تقع المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط بما فيها المملكة ضمن تأثير كتلة هوائية ذات درجات حرارة خريفية معتدلة، ولكن اعتبارا من يوم الخميس تندفع هذه الكتل الهوائية الباردة القريبة من سطح الأرض باتجاه المملكة المشار إليها باللون الأصفر والأخضر، وتوقع أن تمكث فوق المنطقة لعدة أيام، وهي أيضا تترافق في ذات الوقت مع امتداد للمرتفع الجوي السيبيري. أيضا يتوقع أن يحدث هناك نشاط كبير في سرعة الرياح خلال الأيام القادمة، يتمثل هذا النشاط بيوم الأربعاء على وجه التحديد، يتوقع أن تهب رياح نشطة على أغلب المناطق الشمالية والوسطى إضافة إلى المناطق الشرقية، الأمر الذي قد يؤدي أيضا إلى إثارة الأتربة والرمال على الطرق الصحراوية الشرقية. ولكن يومي الخميس والجمعة يتوقع أن يتركز تأثير الرياح أو تصبح الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تؤثر خاصة على المنطقتين الشمالية والوسطى بالإضافة إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية. هذه الرياح من شأنها أن تزيد من الإحساس بالبرودة بشكل واضح ولافت في أغلب هذه المناطق، كما أنها تكون هذه الرياح جافة ومغبرة في بعض الفترات وتزيد من نسبة الغبار في الأجواء. في العودة إلى توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة، إذا يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تكون درجة الحرارة يوم الأربعاء 23 درجة مئوية، لكن هناك انخفاض على درجات الحرارة متوقع يومي الخميس والجمعة، تصبح تقريبا ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية، وبالتالي الطقس يصبح نهارا مائلا للبرودة في أغلب ومختلف المناطق. أما في ساعات الليل فكما نلاحظ تهب درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون 10 درجات مئوية، وبالتالي يتحول الطقس في ساعات الليل خاصة ليلة الخميس على الجمعة ليصبح باردا بشكل لافت في أغلب المناطق، بل ويكون قريب من أن نوصف بأنه شديد البرودة في بعض الأجزاء الشرقية من المملكة، وهناك مراقبة لاحتمالية تشكل الصقيع في تلك المناطق، مناطق البادية ليلة الخميس على الجمعة بسبب برودة الأجواء. تظهر كميات من السحب والغيوم يومي الخميس والجمعة ذات ارتفاعات متوسطة وعالية تحجب أشعة الشمس على فترات وتزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت. هذا التغير في الأجواء يتوقع أن يفرض علينا لبس الملابس الثقيلة خاصة في ساعات الليل والملابس الشتوية، وأيضا يفرض علينا استخدام وسائل التدفئة في بعض المناطق. بالعودة لأحوال الطقس هذه الليلة في العاصمة عمان على وجه التحديد، فيكون الطقس بوجه عام يعني باردا نسبيا، درجة الحرارة الصغرى 13 درجة مئوية، وتظهر بعض السحب والغيوم المتفرقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأربعاء والصغرى ليلة الأربعاء الخميس أبدأها من المناطق الشمالية في إربد 26 إلى 10 مع أجواء غدا تتسم بالرياح النشطة بشكل أساسي، في جرش 26 إلى 11 وفي مفرق من 26 إلى 8 درجات مئوية، وتكون من 24 إلى 10 درجات مئوية في عجلون. المناطق الوسطى في العاصمة عمان 23 إلى 10 درجات مئوية، في البلقاء من 23 إلى 12، في الزرقاء من 26 إلى 10 درجات مئوية، وفي مدى من 24 إلى 10، وفي البحر الميت من 31 إلى 19 درجة مئوية. جنوبا في الكرك 23 إلى 10، في الطفيلة 22 إلى 10، في الشوبك وجبال الشراء من 20 إلى 8 درجات مئوية، في معان من 25 إلى 12، أما في خليج العقبة فترتفع العظمى إلى 31 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى إلى 21 درجة مئوية. نختم بالمناطق الشرقية، نلاحظ انخفاض درجات الحرارة الصغرى في أرويشت من 27 إلى 7 درجات، وفي الصفاوي من 26 إلى 7 درجات، وفي الأزرق من 28 إلى 9 درجات، مع أجواء قد تكون مغبرة أحيانا في هذه المناطق. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات،
شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.